ما يقول الاثنين عايزين يطلقوا وخلاص، كل واحد بقى الناس لما بتيجي تطلق شيطانه يبقى مقويهم قوي، مصور للست ان خلاص لازم تطلق مفيش حل، مصور للراجل ان حياته كلها في طلاق لازم يطلق. انا بيقعدوا معايا اقول لهم ايه، خلي بالك مفيش حاجه حصلت، لسه بيتك لسه مع اولادك كل الحاجه زي ما هي، الحق ارجع ارجع اللي انت فيه. الشيطان كل يوم الصبح من جبروته بيفرش عرشه على الميه، انت تقدر تحط ورقه على الميه بعديها هتلاقي غرقت صح؟ لا بيحط العرش بتاعه على الميه يعني يرسل سرايات، يعني يبعت الجيوش بتاعته بقى يغلو بني ادم كويس؟ واحد يجي يقول له ايه؟ لا زلت به حتى سرق. ما فعلت شيء يكاد يتوب. ايه يعني سرايات؟ لا زلت به حتى عق والدي. ما فعلت شيء يكاد يبرهم، يعني يرجع لهم تاني ويستسمحهم. يقول له لا زلت به حتى زنى. يقول له فأنا حلوه دي شغاله بس هيتوب برضه. يقول له طب لازلت به حتى يعني في معنى اتخانق مع مراته، يقول له فانت. هتقول له لازلت به حتى طلق زوجته، فانت انت هو انت انت. ليه بقى؟ خرب بيت كبير دنيا راحت. مين عاقل بقى يلحق القصه دي؟ مين عاقل يصبر ويجيب الجنه؟